وجود حمزة العقربي ونلقاو في محمد علي اليعقوبي في التغطية أمام مهاجمي الترجي وتركيز كرول بالنسبة لأحمد العكيشي على الجهة اليسرى للهجوم والهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وهيثم الجويني. كانت كرة على مستوى القائم الأول وهيثم الجويني يؤكد أنه يمر بفترة انتعاشة بعد أسبوع ممتاز وثلاثية أمام فريق جرما هي يتمكن من استغلال هذه الوضعية الهجومية على مستوى القائم الأول واستغلال الكرة الثابتة والتسجيل بعد الصعود والتصويب الرأسي على مستوى القائم الأول أمام دفاع الإفريقي. إذن ثاني الأهداف من جانب فريق باب السويقة اليوم في لقاء الأجوار رقم 118 وبعد وضعية هجومية للإفريقي. الترجي هو هذه المرة كذلك يهتدي للشباك وبالطبع الدربي هو النجاعة والدربي هو التسجيل وهيثم الجويني يتمكن من التسجيل بعد كرة على مستوى القائم الأول ويسجل بل وتوصل المحاولة هذه لمحمد علي اليعقوبي والكرة كانت بينه وبين خالد القربي والكرة كانت بعيدة بالنسبة للحارس عاطف الدخيلي وصعبة رغم تواجد أيضا حمزة العقربي على مستوى القائم الأول. إذن تقريبا بعد 20 دقيقة في الفترة الثانية الترجي يضيف الهدف الثاني.